الخبر الاول اللي عدنا عن فضيحة احمد حسن وزينب ومشكلتهم هي انس واصالة. طبعا بالبداية احمد حسن وزينب دائما يتعرضون لهواية من الهجوم وهواية من الانتقادات من المتابعين وخاصة متابعين انس واصالة، انه يقارنوهم بهم انه انس واصالة احسن منهم، فهواية تجيهم تعليق على هذا الشكل. فاحمد حسن وزينب قرروا انه يخفون اسم انس واصالة من التعليقات. طبعا ما يعرفون شلون سووا هذا الشيء، فهي عبارة عن ميزة باليوتيوب اسمها الكلمات المحظورة، تقدر تحط بها اسم اي يوتيوبر ما تريد يظهر عندك بالتعليقات او اي كلمة ما تريد تظهر عندك، وهم حطوا اسم انس واصالة وخفوهم الكومنت. اما بالنسبه للدليل فلو نروح على اخر مقطع نزله وننزل على التعليقات ونكتب كلمه انس واصاله، بعدها نروح على كلمه الاحدث اولا بالتعليقات على مود نحفظ التعليق ونحفظ التعليقات الاشخاص اللي علقوا ورايا، بعدها نغير الحساب عم ونشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا. نغيرنا الحساب ننزل بيه على التعليقات ونروح على كلمه الاحدث اولا عم ونشوف هل تعليقي ظهر للناس او لا. بعد ما نسوي هيك راح نكتشف انه التعليق ما طلع وانما تعليق الاشخاص الثانيين طلعوا. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بحركه احمد حسن وزينب باخفاء اسم انس واصاله من التعليقات اللي عندهم. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أحمد أبو الروب. فأحمد نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي كان يهبد بيه شوية أغنية أسامة وغيث مروان الجديدة، وطبعاً بنفس الوقت أعلن من خلاله إنه راح ينزل مقطع بخصوص أغنيتهم الجديدة، راح أعطيكم هذا الستوري شوفوا. أوكي جماعتي بس حاب أحكي لكم، أسامة مروة وغيث مروان عملوا أغنية مع بعض ومن أجمل الأغاني حتسمعوها في حياتكم، يعني من كثر ما الأغنية حلوة بعديها حتضطروا تجيب هيك تشيل دانك وتشتري دان جديدة. كنت مغنية حلوة، كل شيء بالحياة حصير حلو بعديها خلص. إذا بدكم اسمعوها هيها، صدفة نتلاقى كلين فيرجن. أوكي وتراقبوا الفيديو عنها لأنها كثير حلوة، لازم نقدر هذا الإبداع. أما اليوتيوبر الثاني فهو محمد جواني، فجوان نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي حامس بيه المتابعين للمفاجآت الخرافية اللي حينزلها ب 2021، فجاء منزل هذا الستوري واللي كاتب عليه الجاي أعظم 2021 سون يعني قريبا. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شقد أنتم متحمسين مفاجآت محمد جواني. الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد جواني وبيسان إسماعيل وهل هم راح يتصالحون ويعودون للبعض مثل قبل. فاللي ما يعرف الموضوع فجوان نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري واللي أعلن من خلاله على أنه 2021 بهذه السنة راح يتعامل ويا شخص صارت بيناته هواي مشاكل باليوتيوب، نزلت المشاكل يعني، وهو راح يتعامل وياه سواء بأغنية أو في شغل معين، يعني حيصير بيناتهم تعاون. أغلب الأشخاص متوقعين إنه هو يقصد بيسان إسماعيل بكلامه، راح أحطكم الستوري شوفوا. الأمر الحلو هو إنه 2021 في حدا ما حدا بتخيل إنه راح يكون في بيناتنا وياه عمل رغم كل شيء صار بيناتنا كل المشاكل، لشان هيك استنوا 2021. وطبعا مثل ما قلت لكم انه الاغلب متوقع انه هو يقصد بيسان اسماعيل او وسام تيكت، هو ثلاثهم صارت بيناتهم مشاكل، فالصراحه ما ادري اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات توقعاتكم للموضوع، وهل من الممكن انه ب 2021 نشهد عودته هو وبيسان اسماعيل او ممكن نشوف التقاء ويا وسام. الخبر الرابع اللي عدنا عن اسامه مروه وغيث مروان، طبعا اول شيء اسامه مروه وصلت قناته باليوتيوب لل 3 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب، ولا تنسوا لي يا حبايب تباركوا لي بالكومنتات. المهم طبعا اسامه وغيث مروان نزلوا اغنيتهم الجديده واللي كانت صدمه، فهي كانت عباره عن اغنيه اصاله المالح ولكن النسخة المضحكة من عدها نقدر نقول، ولكن الاغلب يقول انه من الواضح انه مو هذه الاغنية المنتظرة، وانه بالحقيقة الاغنية الحقيقية راح تنزل على قناة غيث مروان، فاغلب الكومنتات يقولون انه هذا عبارة عن مقلب وانه الاغنية الحقيقية راح تنزل على قناة غيث، وانما هذه الاغنية مجرد مقلب يعني مو اكثر. اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالاغنية الجديدة اللي نزلت لاسامة مروة وغيث مروان، عجبتكم او لا؟ وبس والله انه وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطوا لايك اشتركوا بالقناة، شاركوا في زي مقاطع مملكة القصص، وبس مع السلامة.